قال تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم أي مصاحب لكم، فإن عملتم خيرا تجدوا، وإن عملتم غير هذا تجدوا، فأنتم السبب في ذلك. نعم. قال تعالى: إنه لقرآن كريم. آية إنه لقرآن كريم. فهذا القرآن أنزل الله سبحانه وتعالى علينا لا لأن نجعله على الجدران وما إلى ذلك، بل لابد أن نقرأ القرآن ونحاول قدر المستطاع معرفة معانيه، حتى لو شيء مختصر تفهم كلام الله سبحانه وتعالى. واليوم الأمور ميسرة الآن مع هذه الوسائل، التفسير الصوتي لتفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى تجعل معك دائما، ثم تستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل، تتداوى بالقرآن، تعمل بالقرآن، وتدعو إلى التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا اللوح المحفوظ. نعم. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، هذا اللوح المحفوظ، الملائكة عليهم السلام. نعم. تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وإثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وإثبات أن القرآن منزل لا مخلوق، تنزيل من رب العالمين. ولهذا رد شيخ الإسلام الكلام لك سعود على إنجازات القرآن، نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كثير من الإجازات الموجودة، وبفضل الله عندنا في المسجد النبوي عدلوا الإجازات، يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العزة، لا، عن جبريل عن رب العزة، تنزيل من رب العالمين. نعم. قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني مكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أول الآية: لا أقسم. لا هنا معناها انتبه، أقسم لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. مواقع النجوم، النجوم مخلوقة؟ نعم. من خلقها؟ الله. ومن وضع لها هذه الأماكن؟ الله سبحانه وتعالى. كيف تجعل هذا المخلوق العاجز الذي ليس له قدرة ولا اختيار، فهو مخلوق والله سبحانه وتعالى خلق هذا النجم وضع له مكان، كيف تجعله هو المنزل للمطر؟ قال: وتجعلون ما، معنى الآية، وتجعلون ما رزقكم الله تكذيبا، حيث تنسبون النعمة إلى غيره وتشركون به. شركا أكبر على اعتقاد أن النجم هو المنزل للمطر، وشركا أصغر على اعتقاد أن النجم سبب لنزول المطر وهو ليس بسبب. وتجعلون ما رزقكم الله تكذيبا، حيث تنسبون النعمة إلى غيره وتشركون به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، قال الله سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. إذن عند النعمة ينقسم الناس إلى قسمين: مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. قال تعالى: كم بقي؟ أذان دقيقتين؟ أي خلاص. والله أعلم، صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نتم إن شاء الله تعالى الدرس إلى تقريباً ساعة بإذن الله تعالى، ونتوقف. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. بسم الله. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد على قسمين: عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية بالبناء والفرش السجاد والإنارة وما إلى ذلك، والعمارة المعنوية هي الأهم. أن نجعل المساجد أماكن للصلاة، قراءة القرآن، تعليم وخاصة التوحيد. هذه عمارة للمسجد، يكون عامر بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن عمارة المساجد إما عمارة حسية أو عمارة معنوية. والأهم ليس زخرفة المساجد، بل نهينا عن زخرفة المساجد حتى تكون المساجد مهيئة. الداخل إذا دخل ماذا يصنع؟ يتذكر الآخرة ولا ينشغل بشيء. ضد عمارة المساجد، ها شيخ سعود: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. خراب المساجد حسي ومعنوي. الخراب الحسي بالتفجير، نعم، هدم المساجد ورمي أكرمكم الله الأوساخ فيها، وبعض الناس يجعل المسجد فيه كل شيء: الطعام والشراب في المسجد، النوم في المسجد، الأكل في المسجد. لا مانع أن الإنسان يأكل ويشرب وينام في المسجد، لكن في حدود معينة، لا يجعل المسجد مثل المقهى أو الفندق، صح أو لا؟ أي نعم. الثاني، الخراب المعنوي، جعل المساجد أماكن للشرك، البدع، المعاصي، الموسيقى، الرقص، صحيح، دفن الأموات في المساجد. فنحن ننظر إلى المتعدي، من الذي تعدى؟ إذا كان بني المسجد أولاً ثم أدخل فيه قبر، لابد أن نخرج ماذا؟ القبر، ننبش القبر ونخرجه. إذا كان عندنا قبر وبني عليه مسجد، يهدم المسجد لأنه هو المتعدي. إنما يعمر مساجد الله من؟ في الغالب في الآيات التي تأتي مثل هذه الآية، كم ركن من أركان الإيمان يذكر في الغالب يا شيخ سعود؟ ركنين. لماذا يذكر من أركان الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر؟ حتى في الحديث: من آمن بالله واليوم الآخر. لماذا يأتي من أركان الإسلام الإيمان بالله واليوم الآخر؟ نعم، عندنا أركان الإيمان ست، لكن في بعض الآيات وبعض الأحاديث يأتي فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصنع كذا مثلا، صح؟ مثل هذه الآية عندنا الآن. قال: لأن العبادة لابد فيها من رغبة ورهبة. الإيمان بالله هذا إيش؟ رغبة. والإيمان باليوم الآخر رهبة.
فتجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء. والعبادة قلنا هي التذلل لله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة من كان يؤمن بالله، خلاص؟ نعم، محبة وتعظيما. واليوم الآخر يوجب الخوف من الله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان بوجود الله. ودل على وجود الله أدلة كثيرة جدا لا حصر لها، ويمكن أن نجمل الأدلة في أدلة أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. العقل يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الحس، قام النبي صلى الله عليه وسلم وما في السماء من سحابة ودعا، لم ينزل عليه الصلاة والسلام من على منبره إلا ولحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر ماء. هذا دليل محسوس ملموس، أمطروا سبتا أسبوع كامل. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار دعا الأول انفرجت، هذا دليل محسوس، دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الشرع كثير، بل قلنا أن ابن القيم رحمه الله قال: ما من آية في كتاب الله إلا وفيها دليل على التوحيد. إنما من آمن بالله اليوم الآخر وأقام الصلاة. لماذا دائما الصلاة تذكر هكذا أقام الصلاة؟ حتى في أركان الإسلام الشهادتين والصلاة، لا، قال وأقام إقام الصلاة. لماذا؟ لأنه ممكن تصلي بغير وضوء، نقول هذا صلى، أقام الصلاة؟ لا، صلى ولم يقرأ الفاتحة، نقول صلى ولم يقرأ الفاتحة. نعم صلى لكن ما أقام الصلاة. ممكن يصلي في اليوم ركعتين فقط، نقول صلى لكن ما أقام الصلاة. إقام الصلاة لابد أن نأتي بالصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، يعني السنن، وتنتفي عنا مبطلات الصلاة. تمام، أقام الصلاة، قال وآت الزكاة. الركن الثالث من أركان الإسلام نقول إيتاء الزكاة، ما قال الزكاة. لماذا؟ لأنه لابد أن تؤخذ من أموال معينة في زمن معين بمقدار معين إلى طائفة معينة، الأصناف الثمانية، ليس على ما تحب. يعني هذا الشيخ محمد الآن مثلا عنده 40 مليار دولار، 40 مليار، أخرج 1000 دولار وقال هذا الزكاة مالي. نقول أنت أتيت الزكاة؟ لا، زكى صحيح لكن ما أتى الزكاة. وممكن يأخذ هذه الزكاة ويعطيها لأمه، لزوجته، لابنه. نقول لا، ما مو على ما تحب، تعطي الأصناف الثمانية. وآت الزكاة ولم يخشى. الخشية هي خوف لكن بعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. ومن أسباب طلب العلم أن تصل إلى مرتبة الخشية. فالخشية أعلى من الخوف. الخوف يكون من كل أحد، والخشية تكون من العلماء. ولم يخشى إلا الله، قال فعسى. عسى من الله واجبة. طيب لماذا كانت الآية فعسى ولم تكن الآية فأولئك كذا؟ قال حتى تكون بين الخوف والرجاء، ولا تتكل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.